أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحارس مرمى منتخب الفراعنة محمد أبو جبل بعد تألقه أمام منتخب السنغال في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا في الكاميرون. ووصف الكاف عبر حسابه على تويتر أبو جبل بأنه جدار مصر الصلب والمتخصص في التصدي لركلات الجزاء، خاصة بعد تصديه بطريقة أكثر من رائعة لركلة جزاء ساديو ماني في الدقائق الأولى من مباراة النهائية. كما أشادت السفارة الكندية بالقاهرة بالحارس المصري محمد أبو جبل موجهة الشكر له على ما قدمه من أداء بطولي خلال مباريات البطولة.